السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عطل جديد في تلفزيون توشيبا. عطل التلفزيون وصل حاليا، وصلت والتلفزيون مفتوح والليد الأحمر شغال بالشكل ده والتلفزيون مش بيفتح. التلفزيون مش بيفتح والليد الأحمر بيعمل بالشكل ده، بيضعف ويزيد ولكن مش بيفتح. مع ان الليد بيزيد ويضعف وبحاول افتح مش بيفتح. هفك التلفزيون وهتابع العطل. تلفزيون توشيبا 14 بوصة ابو فتحة مربعة. عطل التلفزيون، الليد بيضعف ويزيد اثناء التشغيل. اوضح، الليد بيزيد ويضعف ولكن التلفزيون مش بيفتح. في البداية اول خطوة اعملها في التلفزيون هتأكد من الفولتيات. حاليا التلفزيون شغال والليد الاحمر بيقطع، هبدأ اتأكد من وجود الفولت. الفولت على المكشف الرئيسي في دائرة الباور، الفولت موجود، والفولت على خط 110 فولت. مفيش أي فولت على خط 110، الفولت قاطع نهائي. الفولت قاطع على خط 110 والليد بيقطع، وهتأكد من الفولت رئيس الفولت. الفولت على المكشف الرئيسي في دائرة الباور موجود، الفولت على المكشف الرئيسي في دائرة الباور موجود 300 فولت، وعلى المكشف الخاص ب 110 فولت. مفيش أي فولت نهائي، الفولت قاطع. حافل هبدأ بالحاجة سهلة. الأول هلغي الفيوز الخاص ب 110 فولت. حاليا لغيت الفيوز وهبدأ أشغل التلفزيون. أوصل، حاليا وصلت، والليد الأحمر طبيعي جدا، وهتأكد من الفولت على المكشف الخاص ب 110 فولت. الفولت على المكشف موجود 67 فولت في وضع ستاند باي. واضح ان في قفله بعد الفيوز، هرجع الفيوز مكانه تاني. هقفل، حاليا قفلت، هرجع الفيوز مكانه. حاليا رجعت الفيوز مكانه وهبدا اشغل من تاني. هوصل، الليد بيزيد ويضعف بعد ما رجعت الفيوز مكانه. واضح ان في قفله بعد الفيوز، احتمال يكون اللاين فيه مشكلة أو اليوك فيه مشكلة أو باور لاين فيه مشكلة. هقفل، هعمل بعض القياسات. هقيس، أول حاجة أعملها هقيس باور لاين. هقيس باور لاين، باور لاين بيقيس معايا مقفل. واضح إن في قفلة في باور لاين. هفك باور لاين مكانه. هفك باور لاين من مكانه. باور لاين فكته من مكانه، واضح انه متبدل قبل كده. هشغل التلفزيون. شغل، حاليا الليد شغال طبيعي جدا، والفولت على باور اللاين اتأكد منه. الفولت على باور اللاين موجود 68 فولت، هو ده الفولت المناسب. وضع ستاند باي، باور اللاين مستعمل ولكن سليم.
بعد ما بدلت باور لاين هبدأ اشغل. حاليا وصلت التلفزيون مفتوح، الليد الاحمر شغال في وضع ستاند باي. هفتح الليد، فتح واللاين شغال. هوضح الفولت اثناء التحميل والتشغيل. الفولت على خط 110 فولت، موجود 112 فولت اثناء التحميل والتشغيل. هو ده الفولت المناسب للتلفزيون. حاليا التلفزيون شغال وكل حاجة شغالة تمام. شاشة كاملة، ألوان طبيعية. عطل التلفزيون باور لاين كان عامل قفلة على دائرة الباور. تم إصلاح عطل التلفزيون بنجاح، وإلى اللقاء في عطل جديد. Thank you.